بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. الاهلي والتحدي الاكبر. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. الاهلي ما زال يواصل التحدي ويواصل ايضا قهر كل الصعوبات. الحقيقه يعني واحده من اصعب المباريات، لانها مش بس مع فريق كبير مهما كانت حالته، احد يعني كبار الكره المصريه عبر تاريخها، مباراه ليها طعم دائما مع الاهلي والزمالك، انما ايضا لان ظروف الاهلي نفسها مختلفه جدا. صحيح. فبعد ما تقول لنا المحتوى ونتكلم شويه هنناقش التفاصيل.